السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن التمر. التمر ده من الأغذية المفيدة جدا للأطفال، جدا على فكرة، نقدر نديها للطفل من سن صغير. دايما الأمهات اللي بتيجي تشتكي ان التغذية بتاعت الطفل مش كويسة، بنصحها ان حاولي تحطي التمر للطفل في الغذاء اليومي بتاعه. لو قدرت تديه للطفل بصفة يومية هيستفيد في نواحي كتير قوي. الفيديو النهاردة هقول لكم ايه الفوائد اللي بيستفيد منها الجسم لما الطفل ياكل التمر، وامتى تقدري تقدميه للطفل، وازاي تقدري تقدميه لابنك. تابعي معايا الفيديو ده هتعرفي فيه معلومات كتير كويسه. في الاول ما تنسيش بقى تعملي لنا لايك وشير للفيديو، تشتركي لنا في القناه لو انت على اليوتيوب، وتعملي لنا فولو للصفحه لو انت على الفيسبوك. ولو احتاجتي اي حاجه سيبيها في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكي. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن التمر. زي ما اتفقنا التمر ده نقدر نديه للطفل من سن صغير، والطفل بيستفيد فيه في نواحي كتير جدا. يعني مثلا التمر ده من الحاجات اللي بيبقى فيها نسبة عالية جدا من البوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيخلي صحة القلب بتاع الطفل كويسة، يخلي قلب الطفل زي الحصان. غير ان البوتاسيوم ده بيفيد في علاج الإسهال. الأطفال اللي بيبقى عندهم نزلات معوية أو إسهال كتير، لما بدلهم الأغذية اللي فيها البوتاسيوم زي التمر، الإسهال ده عندهم بيتحسن. يعني الطفل اللي عنده اسهال كتير اكلي تمر، الاسهال ده هيتحسن بنسبه كبيره. تيجي واحده تقول لي يا دكتور انا اعرف ان التمر ده ملين، يعني الطفل لما يكون عنده امساك اقدر اديله التمر عشان الامساك ده يتحسن. اقول لها تمام، احنا ما اختلفناش في القصه دي. التمر من الحاجات اللي فيها الياف عاليه جدا بيعالج الامساك عند الطفل، وفي نفس الوقت الطفل اللي بيسهل لما بتديله التمر بيتحسن. يعني سبحان الله، الطفل اللي بيسهل ياخد التمر يتحسن، والطفل اللي عنده امساك تقدري تديله التمر برضه بيتحسن. دي فوائد التمر، غير ان هو بيقلل الحموضه في جسم الطفل. يعني الطفل اللي قدر الله اللي عنده قرحه او الافرازات بتاعه المعده كتير، لما بياكل التمر الافرازات دي بتبدا تتحسن، والحموضه عند الطفل بتتحسن بنسبه كبيره. غير ان التمر من الحاجات اللي بتحسن وزن الطفل بنسبه كويسه. ال 50 جرام من التمر فيها تقريبا 590 سعر حراري، رقم كبير جدا على فكره. يعني الطفل اللي وزنه ضعيف لما بغذيه على التمر بيبدا الوزن بتاعه يتحسن بنسبه كبيره، وزياده الوزن عنده تكون كويسه. غير انه بيمد الطفل بالطاقه والطفل يبقى نشيط. الطفل اللي كسلان لما بديله التمر بيتحسن برضه معاه الموضوع ده بنسبه كويسه. تالت حاجه، التمر فيه نسبه عاليه من الحديد. الاطفال اللي بيبقى عندهم انيميا وفقر دم ومخزون الحديد عندهم قليل، تيجي امهات تشتكي كده تقول لي يا دكتور الطفل مش مركز، اما باجي اذاكر له مش مركز، او الطفل مجهوده قليل، يجري شويه ويلعب شويه تلاقي الطفل فرهط كده وعرق وقعد وما قدرش يكمل مع اصحابه. نعمل الطفل ده صوره دم ومخزون حديد، نلاقي الطفل ده عنده انيميا نتيجه نقص الحديد. نحتاج نديله دواء عشان نحسن بيه الانيميا ديت. الطفل ده لو هيتغذى على التمر مش هنديله الدواء. تقريبا ال 100 جرام من التمر فيهم 1 مللي جرام حديد، وده رقم كبير جدا. يعني لو هتغذى الطفل بالتمر بصفه يوميه انت مش محتاجه دواء حديد خالص. في نفس الوقت هيخلي تركيز الطفل كويس، هيخلي النشاط بتاع الطفل كويس، هيخلي حلاوه ودمويه كده في وش الطفل، هيفيد الطفل في الناحيه دي بنسبه كبيره. برضو التمر بيبقى فيه نسبه عاليه من الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم والمغنيسيوم دول بيكونوا كويسين جدا عشان صحه العظمه بتاع الطفل، التسنين بتاع الطفل، بيخلي اللثه بتاعه الطفل كمان صحتها كويسه. يا ستي ده حتى الطفل اللي بيسنن وعنده وجع كده من التسنين لما بتديله التمر الوجع ده بيتحسن بنسبه كبيره، والالم بتاع التسنين ده بيتحسن بنسبه كبيره. بيفيد الطفل جدا في الناحيه ديت، يعني هيخلي عظم الطفل كويس، ويخلي الطفل اسنانه كويسه، وفي نفس الوقت ما يتوجعش وهو بيسنن. برضه بيحمي الكبد بتاع الطفل، بيبقى فيه مضادات اكسده، بيخلي المناعه بتاعت الطفل كويسه، بيبقى فيه نسبه عاليه من فيتامين سي، بتقاوم نزلات البرد والانفلونزا، وبيخلي صحه الابصار بتاعت الطفل عاليه جدا، وبيحسن النظر عند الطفل. بيمد الطفل بالطاقه وبيفيد الطفل في حاجات كتير، ده حتى الطفل اللي حرارته عاليه لما باكله التمر بتبدا الحراره دي تتحسن شويه. شفتي دي شويه فوائد كده يستفيد منها ابنك لما تاكليه التمر، فحاولي تحافظي ان الطفل ده ياخده بصفه يوميه. طيب نقدر نديه للطفل من عمر قد ايه؟ نقدر نديه للطفل من عمر 6 شهور. يعني اول ما تبداي تدخلي الاكل للطفل ممكن تديله التمر. بس تقدمه له ازاي؟ طفل اللي سنه صغير 6 شهور ده ممكن ناخد التمر نسلقه ونهرسه له خالص ونبدا ناكله له بالمعلقه. ممكن التمر ده نحطه ننقعه في ميه يبقى منقوع التمر
لحد ما يطرى خالص، ناخده ونهرسه خالص ونقدمه للطفل في الاكل. ومنقوع التمر ده ما بنرمهوش، منقوع التمر ده حل بيه الاكل بتاع الطفل، هيبقى طعم الطفل الاكل بتاع الطفل حلو جدا. انت عارفه ان في السن الصغير ما بينفعش ندي سكر على الاكل، وفي اكلات بيبقى طعمها مش كويس، لما بتحلي الاكلات دي بالمنقوع بتاع التمر بيبقى طعمها كويس، الطفل بياكلها بيستفيد من منقوع التمر ده بنسبه قويه جدا جدا جدا. برضه ممكن تنوعي للطفل، يعني بعد ما تهرسيله التمر حطيه على زبادي، حطيه على شوفان، بحيث ان يبقى فيه تنوع والطفل ما يزهقش. ده بالنسبه للطفل الصغير. الطفل الكبير بقى 3 4 سنين نديله التمر في ايديه ويبدا الطفل ياكله، هيعرف ياكله ومش هيتاذي ومش هيشرق فيه. دي الطرق اللي تقدمي بيها التمر بالنسبه للطفل، بس لما تقدمي التمر للطفل اديله بالمعقول. اي حاجه احنا عارفين ان اي حاجه مفيده كترها مش كويس، يعني لو اديت التمر للطفل بنسبه كبيره هتاخدي منه ضرر. التمر مثلا من الحاجات اللي نسبه السكر فيها عاليه قوي، يعني الاطفال اللي عندهم سكر ما ينفعش ياخدوا التمر بنسبه كبيره، هيرفع السكر عندهم، وده برضه هيساعد ان الاسنان تتسوس لو كلنا منه بكميه كبيره عشان نسبه السكر اللي موجوده فيه. في نفس الوقت الاطفال اللي عندهم زياده في الوزن ما ينفعش تدي لهم التمر بنسبه كبيره، هيخلي وزنهم يزيد اكتر. عشان كده لازم ندي الحاجه دي بالمعقول. دي الطرق اللي تقدري تقدمي بيها التمر بالنسبه للطفل هيستفيد منها بنسبه كبيره. حاولي تدخله له في اكلات، حاولي تنوعي له في الاكل عشان الطفل ما يزهقش، بس باستمرار اديه له مره في اليوم او على الاقل 3 مرات في الاسبوع. في الاخر بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وتشترك لنا في القناه لو انت على اليوتيوب، تعمل لنا فولو للصفحه لو انت على الفيسبوك، ولو احتجتي اي حاجه سيبيها في التعليقات وانا هرد عليك قدر الامكان. شكرا ليكي.